انا الصيدلي نور الجوهري. انا اليوم اخذت اول دوز من الفاكسان لإلي وبنصح الكل انه يتطعموا. انا حسيت وعرفت شو يعني واحد يفقد ناس او شخص عزيز على قلبه بالكورونا. لهيك اول ما فتحوا الفاكسان دغري سجلت اسمي على المنصة ونزلت. هيدا واجب علي، واجب وطني، واجب على الكل سوا انه يتطعم، وبنصح الكل ينزل يتطعم، وضرورة الكل ينزل يتطعم. خلينا نحمي حالنا ونحمي مجتمعنا من هالجائحة هيدي. مرسي لكم. انا الصيدلي المتقاعد محمد حسين قعيك، من 3 ساعة 20 دقيقة اخذت اللقاح وكل شيء تمام الحمد لله. وأنا بدعو كل مواطن بحس بمواطنيته إنه يأخذ اللقاح، وما يقول هذا اللقاح بياخذه هذا ما بياخذه، بل يأخذ the first available، أول لقاح متواجد من الأفضل إنك تأخذه. ومن المبدأ هذا أنا محافظة على نفسي وعلى البيئة اللي أنا عايش فيها وعلى العائلة وعلى المجتمع وعلى الوطن ككل، لازم نأخذ اللقاح كليتنا. وبتأمل من الجميع ما يترددوا بأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن.